اقول ها هاي وي ترى مامي جايه وي هذا ما صار بيت الكلبية لا مو عشان شيء لان طلول دق علي قال لي ان اليوم كلنا بنروح برنامج عند قمورة وعمي سعد هو اللي بيمرنا منو شنو اي برنامج عدل اي قالت تبيها في حلقة عدل اما امها جهز انا بعد بكشخ ترى ما في وقت من الحين اقول لكم عمي سعد اذا وصل على طول راح نمشي بعد الوجه شوي على الاقل باي انتي خلت جاهزة بعد لا انا جاهزة شو وراي جاهزة ايش فيني ايش حالاتي ها ايه زين كلنا جاهزين الحمد لله ايش فيني ها قولي سويت اليوم مع اختك الله وكيلك ام هذه خيتي ما تستحل وياها تصدقين انا ارد من امريكا تقطني مخزن هذا وي واحد ينقط مخزن كذا الاناقة انا الحين وهالستايل ما تستحي بدل ما تحطني منصب شركة الكحيانة قطعتني مخزن تخيلي والله قهرتني ما قلبي مقهور قلت لك ما صدقتني قلت لك اختك مو دايمة لك ما تبي الخير لك ما تصدقني اي والله ما للاسف بس عباج خليتها دعيت عليها دعوة من دعاويك الحلوة هلا السلام عليكم هلا هلا حبيبتي هلا حياتي هلا امي هلا حبيبتي والله اي والله توني طاريك بالخير اي والله صدق قايم دافيك زين النكيتي انا اليوم مسويه محاشي بتاكلين اصابعك وراهم عاد انا جايه وميته من اليوم وبخاطري اكل شيء من طباخك يبعد عمري شني كنت حاسه يلا نومي اي هوا ازهب لك كل شيء تسلمين يا الغاليه تعال 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 انت اكيد كنت تتكلم فيني بالخير وتمدحني ولا تحش فيني افا مو ليش سوء الظن هذا ترى انا طالع الله ثم طالع شو مالي غيرك يا خيتي اي والله اي خير ان شاء الله مساء الخير مشاهدينا حلقتنا اليوم ثريه فيها مواضيع انسانيه كثيره خلكم لا تبعدون شو هالصاروخ هذا فاصل تدري هذه رفيشتي هذه رفيشتك اوي وبالله ليش ما تخطبي لي اياها ترى انا مملوح ومزيون وحلو استاهلها انت بالاول فلح بشغلك صير راعي مسؤوليه نقدر نزوجك مو كذي مني وطريج تعالوا زوجوني وخلاص انتوا بفهم انتوا ايش هالجيل هذا جيل ماي بس تابع تابع وانت ساكت انا راح اتابع البرنامج بس عشان سم الهار ان شاء الله يا يا يوعانا عندك طباخ خدم حشم يا يا دورين لكم عندي فيش قاعد تكلمين نفسك ابنو يا يا تبي سم ايش فيها ما فيها شيء بس هذا اللي ما عنده شغل بهالحياه شو يسوي يروح حق الحافي الملتف اللي بيخلوه يقعد يدور عنده اكل انا الحين ما طبخت لكم عشاء وما سويت لكم ما لي خلق هذه يا تامر علي ولا كان قلتي لها تعبانه وطلبتي لها من مطعم بس انت تدورين الشقد ورا حصيص حصيص سمعيني بروحي مالي خلق لا تغثيني اكثر ترى والله السلاح اللي عندي وانت تعرفين سلاحي شنو ابطفي راسك ترى انا والله اشتكي عليك ترى اشتكي اشتكي والله اشتكي بعد الدباق انت تعرفين تشتكين انا بيش تشتكين اشتكي علي عشان يسجنون وافتك منكم انا الغلطانة اللي جايتك تلفي 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 متى ارتاح منكم متى لا مو صدق صراحة عائلة تفشل باكر يصيرون مادة دسمة حق السوشيال ميديا يفشلون عائلة كلها تفشل اي والله بس انا يا ربي كاسرين خاطري ما ادري ليش متعاطفة وياهم صدق لي قالوا عنهم العائلة المنكوبة حصة حصة ايش فيك اختي صرتي الأميرة الحالمة امبيه سرحت بالعرس ما بقى شيء قاعدة حاتي لا تحاتين شيء حبيبتي كل شيء زاهد بنت فقر ما تعرفين هتدور على اي مشكله تطلع عذر وبهذه اختك والله اذا على المشاكل فانت اساس المشاكل اللي تصير معاي بس عادي يلا عاد خلاص ايش فيكم انتوا انتوا كل مره مشاكل تعيبون على الناس وتصيرون نفسهم وبعدين انا شاب ترى وراي مستقبل بستانس برتاح ليش كلها نكد ايش فيكم والله اي والله قول لها اللي تسوي روحها تدور على مصلحتي كما شافت وجهي حنت وذنت انا انام ببرك روحي نامي نومه تاهيل كافي ان شاء الله يما شفيك على البنيه خليها عروس تحاتي وارش قلت لها
الحمد لله ما قلت لها شيء، لا أبي منها شيء ولا أحتاجها بشيء، الله لا يحوجني لها إن شاء الله. أنا خلنا أمشي أبرك. أقول أمينة، أمينة يما، أمينة حبيبتي يما، ترى آخر شهر. إيه أنا نسيت أجيب الفلوس معي، باكر أقطهم عليك. إيه إن شاء الله حبيبتي، المهم ديري بالك على نفسك في الطريق، تعالي أول أكلي المحاشي. عليكم بالعافية، شبعت، تصبحون على خير. وأنت من أهل الخير يا بعد عمري. كذي ما مشيتيها لا كانت معاشي ولا شيء، خاروح أنا ما نبعد. تعال. وين أي؟ وين تنام؟ مو على كيفك، أمش معاي يلا. وين أمشي يا شيخ؟ أمش. خراح أنا؟ أمش أمش. ما؟ يلا. أمو شنو هذا؟ شنو هذا؟ تبين أغسل كل هالصحون من صدقك أنتي؟ لا يكون عبالك أنا سندريلا وأنتي مرتبوها، ترى مخدامة أنا مخدامة. إيه خدامة، غسل يلا غسل. تصدق؟ لو الوقت مو متأخر كان دقيت على فوز، قلت لها تيجي تنظف البيت بعد. بس قلتيها أنتي، فوز. خطوي لي اياها، خوش بنية وحلوة، ويب عندك شنو تخدمك تصيرلك خدامة، ايش تبين بعد؟ منو اخطب؟ فوز؟ انت من صدقك؟ هذه تصير جنتي تخسي؟ حرام عليك امه، والله انت ظلمتها، ترى خوش بنية وطيبة وراقية ومحترمة. منو محترمة؟ فوز محترمة؟ حبيبي الظاهر ما تدري، هذه حاطة عينها على ريل اختك بدير، وعن قريب اذا ما تزوجته. لحظة لحظة، شو العجب؟ انت من صدقك؟ هي اكيد صج، هل قاعده تخشمر معاك؟ بعدين تعال، انت ليش تذودت لما سمعت اسمها؟ ليكون من صج معجب فيها وتحبها. ما قاعد اكلمك انا من صجي، هذا الحكي صج ولا مقلب عشان اعرف. الحين عمري انا مال مقالب، اكيد من صجي. ايش فيك انت؟ اقول انت ما منك فايده، بص بص عنوي، انا بروح على نادي حصيص اخليها تي تغسل المواعين، اكرفها قبل لا تتزوج، انت ما منك فايده. مالت هد اللي بايدك وروحي ارتاحي، انا اكمل الريوق، وع قطيعه بطلك كذي قاعد يخنقني. الله في ايه على الصبح؟ انا عايزه سعجي وهنايا منعني ودنايا ياكل من ايدي انا يا حبيبتي. من زين ايدك عاد، بقول لك حبك غلط خانوقي يلوع الشاب. الريال كل ما طنشتيه لزق اكثر، كل ما عبرتي حب اكثر. سمعي مني، كذي بياخذ منك وما بيعطيك وانتي حره. ايوه ايوه، بنو بنو على اصلك وبنو. ايوه كده يا حبيبتي، قولي بقى بتحرجيني على اخوكي؟ لا انا بقى مش عايزاه يبص ولا يلمح واحده غيري، عايزاه يفضل يحبني على طول. يبقى قبليني، راح يتزوج ويحب وهذا وجهي. صلى الله ولا فلك يا بعيده، عشان كده عشان كده جوزك ودع بدري بدري، ما تحملش همك وقرفك. ما شاء الله، شنو هالنشاط من الصبح، الله اكبر عليكم. اكملت. ايش قاعده اسوي؟ انا قاعده وقاعده اشرف على ريوق اخوي، وانا عملت له الفول والبدل اللي حيضرب له بقولون. ده انا اللي بنضرب قولوني منك ومن عمايلك فيني. ايه مسويه هالشكل بالعماله عشان سعد يصفالك، لكن لا املك وحلمك، وعلى قولتكم عشان ابليس بالينه راح اقولها لك واكررها. أنا الأصل، أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، وما حد بعدي. لا قبلك ولا بعدك، أمال أنا جيت إزاي يا حبيبتي؟ جيت مش؟ ما أنا جاية أهو وفي بطني البيبي، إحمدي يا ولية يا قرشانة. أقول هذه قاعدة تسم. لا 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 يومي يومي. اما اروح اصحي سعدي وهنايا منعيني ودنايا عشان يفطر من ايديا دول. اه يا عيلة واطية يا عيلة بيئة، انا مش عارفة ازاي عايشة في وسطيكو. اخسف اخسف.